فالملائكة الكرام أسوة لنا في العبادة والطاعة، وعبادتهم ديمة لا تنقطع، كما قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تئط. أطت بمعنى تحركت حتى سمع نغيضها مثل حركة الرحل على الداب على الراحلة، فإنه يسمع لها صوت إذا كان الإنسان يركب الرحلة وتتحرك بها راحلته، فإن للرحل صوتا، فكذلك السماء. فقال: أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع. فالساجد ساجد أبدا، والراكع راكع أبدا، والمسبح مسبح أبدا. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالصيام عبادة دائمة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والإنسان فيها صائم حتى لو كان نائما، ولو كان في مكتبه أو عمله، أو كان مشتغلا بعبادة أخرى كالصلاة وقراءة القرآن أو الاستماع إلى الدرس أو غير ذلك من الطاعات والقربات، حتى لو كان في المطبخ أو يوزع الإفطار على الناس، كل ذلك عبادة في داخل عبادة. فلهذا تميز الصيام عن غيره من الطاعات بهذه المزية، وهي كونه ديمة كقربات الملائكة الكرام، وفيه تشبه بهم، وفي ذلك أثر روحي كبير جدا. فالملائكة من عالم الأرواح وهم من نور، والإنسان بين عنصرين: عنصر أسمى منه وهو الملائكة الكرام، وعنصر أدنى منه وهو الحيوان البهيمي. فالعنصر الأسمى وهو الملائكة الكرام، عبادتهم دائمة وقد خلقوا للعبادة وكلفوا بها، ولم تسلط عليهم أنفسهم بالشهوات. والحيوان البهيمي لم يخلق للطاعة ولم يكلف بها، وهو مسلط على نفسه بالشهوات. والإنسان جامع بين الخاصيتين: خاصية الملائكة بالتكليف، وخاصية البهائم بالشهوات. فإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة الكرام، وإن هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم، بل يكون أدنى من البهائم، لأن الحجة القائمة على الإنسان بالعقل والوحي والتكليف أكبر من الحجة القائمة على الحيوان. ولهذا قال الله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولذلك ضرب الله للكفار أخص الأمثلة من الحيوان، فأخص الحيوانات الكلاب والحمر الأهلية، فقد ضرب الله بها المثل للمعرضين، فقال سبحانه وتعالى: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أما أهل الطاعة والذين يجاهدون أنفسهم عليها، فهم يلتحقون بالملائكة الكرام، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، وفي لفظ: وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق يؤتى أجره مرتين، أو فيكتب له يؤتى أجره مرتين. فهذا يبين أن الذين يتقنون العبادة كالذين يتقنون قراءة القرآن يكونون مع السفرة الكرام البررة، فيكونون محسوبين مع الملائكة في عملهم، لأنهم قد تغلبوا على شهواتهم وآثروا الطاعة ونجحوا في المسابقة. و
كذلك فإن هذا الصيام أيضا له فوائد جماعية ليست كالفوائد الفردية التي ذكرنا. فالفوائد الجماعية منها حصول الترابط والتآخي، وقد نظر في الإسلام إلى قيمة الأخوة، نظر إليها في كل تشريع حتى في الشهادتين، فهما الرباط الذي يجمع المسلمين. وكذلك في الصلاة فإنها رباط يجتمعون فيه، فيقوم بعضهم برعاية بعض العناية به، ويتآخون ويزول ما في نفوسهم من الشحناء والبغضاء، ولا يدعون فرجة للشيطان خلال صفوفهم إلى آخره. وكذلك في الزكاة فهي تحمل من الأغنياء للمسؤولية الاجتماعية عن الفقراء. وكذلك في الصيام فإن فيه إحساسا بحال الفقراء. وكذلك في الحج فإنه مؤتمر عام للمسلمين يجتمعون فيه قاصيهم ودانيهم حتى يحققوا أخوتهم ويستشعروا ما لبعضهم على بعض من الحقوق والواجبات. وبهذا يكون هذا الدين مراعيا للأخوة في كل تشريعاته، حتى في الجهاد في سبيل الله حرم الله الفرار من الزحف لئلا يسلم الإنسان أخاه ولئلا يخذله. والصوم فيه هذه الفائدة الاجتماعية، أن الله أنعم علينا بأن وجدنا من يستقبل عنا صدقاتنا، وهي نعمة عظيمة سيفقدها الناس في آخر الزمان. فيهم الرجل من يأخذ عنه صدقته، ويذهب الرجل بصدقته يحاول أن يجد من يأخذها فلا يجده، وذلك حين يفيض المال بين الناس. فمن نعم الله على المؤمنين أنهم يجدون من يستطيعون الإنفاق عليه، ومن يستطيعون تقديم الخير له، ومن يقبل منهم ذلك. فإن كثيرا من الناس لا يقبلون ذلك أصلا، وسيأتي زمان لا يوجد من يقبله أصلا. فهذه فوائد اجتماعية عامة كذلك في الصيام. ومنها كذلك العمل الجماعي المشترك فيه، كصلاة التراويح والقيام، وكختمات القرآن والتعاون عليها، وكالدعاء، وكالإنفاق المشترك. فالجهد الفردي يسير، والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. فيحتاج الإنسان إلى أن يكون مشروعه كبيرا نافعا لعدد كبير حتى تعم الفائدة، ولا يكون ذلك إلا بعمل مشترك يتفق فيه الناس، ويشارك بعضهم بعضا فيه، ويكتب للجميع أجره جميعا. ولا شك أنه كلما ازدادت الطاقة وازداد رأس المال، كلما ازداد الربح الناشئ عن ذلك. ومن فوائد العمل الجماعي أنه يكتب لكل فرد من أفراده أجره كاملا، وأن للنائم أجر القائم، وللمقيم أجر المسافر والغازي، وهكذا. فهم شركاء في الأجر والمغنم. وقد قال البدوي رحمه الله: في الأجر والمغنم قسم النبي لنفر عن الزحاف غيب، صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى عندما فرض علينا بدأ بالتخفيف، ثم بعد ذلك عندما ذكر لنا الأجر وما يترتب عليه جاء ببيان ثقله في الميزان، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو شهر كامل، وهو أشرف الشهور، لأن الله شرفه بالقرآن الذي هو كلام الله. فهذا القرآن به الشرف الحقيقي، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل به جبريل فشرفه ذلك، وجعله أشرف الأنبياء، وشرف به محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله إليه فجعله ذلك أشرف الرسل وأشرف البرية جميعا، وشرف به حملته من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعلهم أهل الله وخاصته من خلقه، وشرف به رمضان حين أنزله فيه فجعله أشرف الشهور. فالقرآن شرف لأهله جميعا، حتى لغير الأحياء. فأفضل الأوراق أوراق المصحف، وأفضل الأدوات أدواته، وهكذا. فهو شرف للجمادات وللأحياء جميعا، وللملائكة الكرام وللبشر. فيحصل به الشرف للزمان والمكان، والبيت الذي تقرأ فيه البقرة يفر منه الشيطان،
ويحس البيت بالنفع والفضل، ولذلك إن أهل البيت يستشعرون الوحشة فيه وضيقه عليهم وضيق المعاش، فإذا قرئ فيه القرآن وأحسوا فيه بالراحة والسعادة واتسع عليهم واتسع معاشهم.